بيه يرد المجرد ان انا تعبان، قولوا لا لا يرد اذا ما له سبب ثاني، قولوا لا لا يرد اذا ما هو علي والها. تابعونا الحين وبعد هذا الفيديو كليب اللي حمس كل اللي هني عندي بالتويتر والفيسبوك، في أسئلة وايد وفي طلبات وايد. زين خل أسألك أنا. شنو؟ علي الفرحان إيش يقول لك؟ شنو؟ يقول لك ليش ما عزمتني على الغداء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي فرحان علي. فرحان علي. فرحان علي. ليش ما عزمت؟ ليش ما عزمت؟ فرحان علي. يسألونه نفس السؤال. يا أخي عزمه فكنا. زين أنا أقول لك شيء، أنا عندي حل حق هذا الموضوع. وحل وايد راح يريحك فرحان. أو انا اقول لك شيء، انا اغزى يعني استضيفوني بالبرنامج. استضيفوه خلصونا. شوف انا اقول لك الحل حقي وحقك، ان انا وانت وهشوم وحبيبه اليوم نطلع ونعزم فرحان ويانا ونعزم على الغداء، ايش رايكم؟ لا انا سمعت ان المخرج خالد بوحيمد عازمنا على الغداء. خطير هالبوحيمد اللي كله مدبسينه كله بتدفعونه. زين خلينا نرجع حق الاسئله. اول شيء من عبد الرحمن علي يقول لي سلم لي على كل موجودين، وتحديدا ابراهيم، وعندي له سؤالين. السؤال الاول، اذا طلب منا انه يمثل في مسلسل هل راح يمثل ولا يكتفي بالغناء؟ السؤال الثاني، شنو رايه بتجربه المسرح اللي خاضها بمسرحيه الزوج يريد تغيير المدام، وهل من ممكن انه يغير التجربه؟ هذا عفوا خالد محمد، سؤال من خالد محمد، شكرا لك خالد. وعبد الرحمن العلي يقول لك نبي نسمع اغنيه انقاذ موقف لايف. الحين انت تجاوب ولا تبي تغني اول؟ لا نجاوب ونغني. يلا نجاوب بعدين نغني. بالنسبه حق التمثيل انا ما افكر امثل. اوكي. يعني اذا كان الدور يخدم ان انا اغني فيه. اوكي. يعني انعرض علي انا مسلسل بطوله ان البطل مغني. فاذا انا بمثل ودوري مغني اكيد ما راح ارفض. صحيح. بس دراما وهذا ما احس انه مستعيلك.
وبالنسبه حق زوجي ريت تغيير المدام المسرحيه، شلون كانت تجربه؟ انا كل سنه اشتغل مسرح، ثالث سنه لي بمسرح، هذه اول تجربه كبار، وايد كنت خايف، بس الحمد لله بشهاده الفنانين اللي حضروا المسرح قالوا برافو، والحمد لله يعني تحمست. والحلو بالموضوع ان حتى دورك بالمسرحيه ان الولد الشاب اللي يحب الموسيقى والغنى وهذا، فهذا يعني هذا مجال الخدمه اللي قاعد يتحكى عليه ابراهيم. بنطلع من خلينا نقول الحرفيه شوي يا حب ابرو، ما نفذ الطلب، ما الطلب راح ينفذ الحين، راح نغني، راح نغني، بس 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 لازم نساله سؤال من الناحيه الشخصيه شوي، بنتعمق. كليب انقاذ موقف، الا خلنا نقول لا وقع معين في حياتك لانه صار عن طريق الصدفه ومفاجاه. كلمني شلون صار الكليب ومن اللي سوى الكليب وشلون سويته والخلطه هذه، وشفنا الكليب الحلو الحصري اللي طلع عندنا. الكليب كان اذكر كنت بدبي، حلو، باستديو اغاني، كان عيد ميلادي، مسوين عشاء ابو فيه وهذا. انا دزيت لك فويس نوت بالضبط، حلو غنى لي. غنيت له. فهد ناصر، علي الخوار، والشباب اللي بالاستديو، الموزعين والملحنين الله يذكرهم بالخير كلهم، امسي عليكم. الهدايا، فمن بين الهدايا يعني استاذ علي الخوار قال لي انا هديتي لك غير، انا بصور لك انقاذ موقف. انا ابي نفس الهديه ما يعطيني. غرقت عيني انا طبعا. فاستانست وايد والله، الهديه هذه وايد عزيزه علي. راح افتخر فيها حتى لما يصير عمري 50 سنه. الله يطول بعمرك. انا مسي عليهم بدبي كلهم والله، وايد احبهم ويايكم نطروني. اكيد بالحديث عن انقاذ موقف، في ناس يمكن في اهداء خاص لهالاغنيه احب اهديها لمريم السالم والبرنا والخالد. وقبل لا نسمع وياك الاغنيه عندي سؤال، هو بصراحه منقسم الى شقين. الشق الاول يقول لك ان دائما ابراهيم دشتي طبعا ابراهيم دشتي دائما معروف انه هو لا خط معين، فلو تكلمنا عن الخط اللي دائما يتبعه الفنان ابراهيم دشتي. بالاضافه ايضا سؤالي الثاني يقول ان بوجهه نظرك الشخصيه وكونك شاب فنان، شنو مقومات نجاح الاغنيه الشبابيه بالوقت الحالي؟ نسيت السؤال الاول. اول سؤال الخط اللي يتبع ابراهيم دشتي. انا من عقب مخاصمها خلاص بغني. يعني انا بغني، بس تدري ان احنا عندنا شوي الوضع كانتاج غنى ما عندنا، فاحنا كشباب ما عندنا، تقصد الجانب المادي او السيوله الماديه، فاحنا كشباب يعني صعبه علينا. فالاغنيه اللي احنا بنسويها كشباب، انا بتكلم عن نفسي يعني. انا الاغنيه اللي بسويها حتى لي بعدين ما راح ارضى يجيني دافع انساني. الله. ما راح ارضى ان اسوي شيء اقل من المستوى اللي سويته. صحيح. فانا يا اصعد يا اتم على هالمستوى لين اصعد، ما اقدر ارجع له. ما تجامل ولا تنزل. بالضبط. صحيح. انزين، وبالنسبه للسؤال الثاني اللي هو ان انت شنو بوجهه نظرك مقومات نجاح الاغنيه الشبابيه؟ نجاح الاغنيه الشبابيه احنا كشباب يا نشتغل نفس الكبار مثل ما هم قاعد ينجحون. صحيح. ان احنا قاعد نسمع الكبار قاعد ينجحون. صحيح. وكل اغنيه تنزل قاعد تضرب. فاحنا اذا بننجح يا ننافسهم ونشتغل نفسهم يا ما ننافس بعض. صح. لان انا لما انافس واحد بجيلي وبنفس شهرتي، اذا انا ما قاعد استفيد شيء. صح. انا قاعد اقص على نفسي. صحيح. فانا اذا ما اسمع الكبار وانافسهم. صحيح. ما انافسهم بمعنى انافسهم، يعني انافسهم ان اشتغل نفسهم، تمشي على خطاهم. يعني انا بدبي تعلمت وايد منهم وقعدت معاهم وشفت شلون يشتغلون، فانا قاعد اشتغل بالخطوه اللي هم قاعد ياخذونها. هذا سر تعلقك بالامارات. بالضبط، هذا سر تعلقي بالامارات وانا جايكم. زين، الطلب زايد اكيد على اغنيه انقاذ موقف. من خلال مشاركات الناس، ونبي نسمعها منك على الجيتار. اوه عاد هذه كلينكس، مناديل، شيء دموع راح تصير. يلا. هذه سويناها، هذه كانت خلطه حزين يرقص. يلا. خلطه عجيبه بدون جيتار. يلا اوكي. انا جبت عشان هالشوم قال لي يبه. انا حاطه يعني بالنظر. على فكره ترى انا قلت له يب الجيتار. قال لي لا تلبس كاب لبس. قلت له لا تلبس كاب لبس كاب. قلت له لا تسافر الامارات، نبي نستضيفك، ترى انا اللي مأخره، فاهل دبي اعذروني تاخرت. حلو لما يكون الواحد طبيعي ويمشي على لونه. نسمع منك اغنيه. نقول ندري موتني بعده لما خلاني، وندري ما يشفي قلبي غير هالانسان، بس انتو لو ما ترجيتوه ما جاني، انقاذ موقف رجع لي يعني مو خلان،
وانا ادري موتني بعده لما خلاني، وانا ادري ما يشفي قلبي غير هالانسان، بس انتو لو ما ترجيتوه ما جاني، انقاذ موقف رجع لي يعني مو خلان ما بي يرجع اذا شنو هذه حصريه حق محبينك بتويتر. اي انا مصور زياده هذا ودي ارجع مره ثانيه علشان نسالف ابراهيم عن موضوع خلانا صورك يا لان ما شاء الله طبعا الطلب زايد على ابراهيم، فانا وعدتهم بشغله، قلت لهم ان انا راح احط لكم الصور واحنا قاعدين باللقاء لايف، فان شاء الله الحين وقت الدردشه راح انزلهم بتويتر شوفوهم. وبالحديث عن الصور بس نشكر عبد الله مندني موجود اليوم وكل يوم وكل اسبوع قاعد يكون موجود عشان يصورنا. صورنا المميز، شكرا عبد الله يعطيك العافيه. انزين الحين نرجع. لحظه انا غرت، خل اشكر انا بعد مصورين. عندك بعد مصورين فهد الشرهان والعسق يعطيكم العافيه. وين ما اروح معاه قاعد يصورون. فهد الشرهان نزل الصور، لا تنزلهم السنه الجايه. انزين انا كان ودي اسالك سؤال بس بما ان عندنا تقرير نروح نشوف التقرير وبعدين نرجع نسولف. نروح نشوفه نروح نشوفه يلا. وين التقرير؟